soon, and I'm getting stronger. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. سلام الغزالات الانيقات، مساء الخير عليكم. اليوم كنتواجدوا في المحل ديال سي محمد هنا في السلام. محل دابا نوري لكم اللوكاليزاسيون ديالو. راه يا البنات غتلقاو عنده كل ما كيخص العنايه بالبشره، وراه عنده منتجات رائعه، وديما كتلقاو عنده الجديد من لي ماسك من لي شامبو وماركات عالميه واسامي معروفه، وديزيكرون بالنسبه لكاع انواع البشره، منها سيتافيل ديال البشره الجافه. كتلقاو كذلك عنده يا البنات داك الزيت المشهور ديال اميره لندن، هو زيت ارغان. لي ماسك ديال الشعر كذلك، ليليس ديال الشعر. ولقيت عنده واحد الكوفخر جد رائع وزوين ديال هاد لي غوماج هادو اللي راهم مشهود ليهم من ناحيه الترطيب والتقشير ديال الوجه. هاد ايفيس كوفخ فيه جيل دوش وفيه هاد البتي تروس، وكاينين هاد الماركه هادي ديال هاد زيوت مانجو كذلك. انا سبق لي وجربتهم، راه الرائحه ديالهم دي سبراي. هادو هو سي محمد دي سبراي بادي ولا ديال الشعر؟ لا ديال كلشي، هادو ديال الجسم. سمعتو يا البنات، سمعتو سي محمد هاد قال لك راه ديال كلشي. هاد الشامبانات اللي عاد خرجوا جداد ديال هيربال اسنسيز، هنا الغيون ديال المينيكير بيديكير وكل ما كيخص العنايه باليدين مشاطي. هنا هاد الغيون كتلقاو فيه لي ماسك، راه سي محمد غادي يعاوني حيت انا ما حافظاش بزاف لي غيون شنو اللي فيهم. هنا الزيوت، هنا لي فيغني، كاين هنا كذلك يا البنات كما كتشوفوا لا سيغ، حتى لي زاباراي راه كتلقاوهم في المحل ديال سي محمد، بحال لاباراي استيغ، لي زاباراي ديال الشعر، لي ليس، لي سوشوار، لي كريم ديال لي بيلاسيون، هنا لي شامبون تريزيمي. هضر لينا شويه سي محمد على المحل ديالك وعرفنا بالمنتجات اللي عندك. المنتجات اللي كاينين حاليا العنايه ديال الوجه، اييه عندك لي جينيتوين ديال اس في ار، اييه عندك المسحور، هادو لي ديماكيون، اييه هادو عاوتاني في لي ديماكيون، اييه ديال نيفيا، ديال نيفيا، اييه دوكا لي ديماكيون تاع كارنيي، دوكا لي ديماكيون هادو ديال لوريال، فيهم الما والميسيلر وفيهم لي كوماج ولي ماسك، اييه هادو عاوتاني في ديماكيون، هادا ديب كلين ديال نيتريجينا. هاهما يا البنات شوفوا لي ماسك، راه عندو دي ماسك رائعين، هاهما بحال هاد الماركة هادي. الماركة مود ان فرانس كيما كتشوفوا، كالي ديرم، كاينه ايفول ديرم كذلك، كاينه لوريال، هيمالايا. كمل لنا سي محمد الشرح ديال الاسونس، هادو كاع لي لي غوماج لي ماسك. ثاني ماسك باليا، وشنو هو احسن ماسك سي محمد اللي احسن ماسك؟ هذا ديال فيتامين سي ناتوريل، اييه هذا الشهير اللي كلشي كيهضر عليه. هضر لنا على المزايا شويه ديال هذا الماسك سي محمد. هذا مفالا، هذا لاش كاين يصلح؟ هذا كيدق الشفر، كيدق الشفر كيكبرهم، كيدير لك تفاعل ديال الشفر ديال. سمعتوا يا البنات هذا مفالا قال لكم سي محمد راه ديال الشفر، ومن نفس الاسم ديال مفالا كنلقاو لوريجينال. راه عندو دي برودوي يا البنات زوينين، وما تندموش عليهم الا خديتوهم. هادو ناتوري لي فيتامين سي، هادو لي فيتامين سي عندكم ديال السيرومات، هادو اللي كان يا البنات الا عقلتو راه هدرت لكم عليهم في واحد من الفلوغات ديال الحمض الهايرولونيك اللي كيعمل على تجديد الخلايا والكولاجين ديال الوجه، كذلك كيعمل على ملء الخطوط البيضاء في العين، واللي كيكونوا كيسببوا لينا الهالات السوداء ديال العين، وكيحافظوا على النظره ديال الوجه. هذا كتب حمض
ماسك هذا جديد هذا البروجي ماسك هذا بلاك ماسك هذا ديال لي بوان نوار سي محمد اييه عنده كذلك اللي لاحظ هنايا البنات هاد بنتانت كنتمنى يكون واضح لكم السيروم ديال الكولاجين حسب الناس اللي دايرين البروتين البروتين اللي دايرين لا ماشي اللي دايرين بكولاجين ديال الشعر ديال الشعر كما شفتوا عنده الماركه جولدن روز اللي بات له الكل اللي يتحدث عليها الفيكساتور هذا عنده هاد الماركه هادي كيراتين كولاجين كاين ثاني هاد الموديل كما كتشوفوا كاين هاد الموديل الاخر كولاجين تاعو سيروم كولاجين سيروم دوك على السيروم كاين ثاني ديال الماكاداميا كما سمعتوا يا البنات سي محمد قال لكم باللي هادو كلهم دي سيروم سمحوا لي وعنده كذلك هاد مزيل العرق الامريكي سيكريت راه حويجاته اوريجينال يا البنات غير اجيو قطاو الويفيرا هذا من الماركه فوريفر كاين هذا اللي سودو كريمي لا عقلتو يا البنات فواحد من الفيديوهات راه كنت هضرت لكم عليه راه من هنا من هذا المحل فاش خديته عند سي محمد وبالنسبه اللي كتهضر لينا اللي كتسولني على لي جيل نيتوايو هادو ديال ايف غوشي هادو راه حاجه مزيانه كاين لي كوفخ هادو كما كتشوفوا لي كوفخ تاع غارني هادو يا سي محمد اللي في الفوق دي شامبون هادو هادوك فيهم لي جيل دوش لي جيل دوش جيل دوش لا داكور مع بالي هذاك فيشي داير لا هذاك داير كوس هذاك شامبو تاع داير كوس ديال اونتي شوز هذاك وهذا واحد من لي كريم يا البنات بابلز ديال لي بيلاسيون اللي كيكون عباره عن رغوه كديريها سوا في يديك ولا رجليك وبسهوله كدوزي غير ان كلينيكس ولا تويب عليك وراه كيحيد كاع هادو اللي عندك كيكونوا في رجل الوليد يعني ايبيلاسيون بدون معاناه وهذا يا البنات لي كرونات دابا رحنا في فصل الصيف هذا هو لي دايلون اكستريم اللي ديجا هدرت لكم عليه كاين هذا ديال البشره الدهنيه وديال البشره يا ربي الجافه وكاين دايلون فاس او فيس ديال البشره الجافه هذا اوغياج هذه نوتيوريجينا هيدرو بوست وهنا عندنا الماركه ديال المنتجات لوريال هادي كذلك نوع من الزيوت اللي كتحيد لي فيرجيتور بيو اويل هنا كنلقاو لي كرونات سولاي بيافين هذا بالنسبه اللي كدير السيدات اللي كيعجبهم لي كرون تانتي بيبي كريم كنلقاو هنا اوغيفين لي غاك وهنا لا غوش بوزاي هذا للبشره الجافه هذا بيبي كريم هنا هذا اونتي اليوس اكس ال من لا ميم مارك لا روش بوزاي اللي هو للبشره الدهنيه هنا كنلقاو اس في ار سان بلوك كذلك هذا المنتج اسي محمد اللي عاد عطيتيني دابا بين ايدي هذا شامبيت شامبان اي سمعتوا يا البنات هذا شامبون للناس اللي دايرات البروتين للشعر وراه سون سولفات كما كنصحكم دائما حاولوا تاخذوا شامبوهات اللي سون سولفات سون بارابين باش هكا كتحميو شعركم من التضرر والتقصف مازال مكملين في الفيديو ديالنا وكنلقاو في الغيون العطور لي بارفان عندك لا في ايبيل اولمبيا كاع الاسماء المشهوره والغنيه عن التعريف هنا كاينين كلهم ديال النساء سي محمد ياك اوكي داكور كاين شي حاجه بحال هكا ديال اييه اوريفلام اوكي بالنسبه للبنات اللي كيفضلوا العطور بالنسبه للبنات اللي كيفضلوا العطور العربيه برائحه العود كاين 24 قيراط كاينين سينسوا وحكايه العود هنا كنكملوا في الغايون ديال العطور جود جيرل هادو اللي لفت الانتباه ديالي لي ماسك من لا مارك ايفيس
هادو سي محمد شحال من ماسك فيه؟ هذاك فيه غير واحد كيتبدل أيوه. بس تعمل واحد اييه كيستعمل يعني الانسان اللي بغى يشرب مثلا واحد المنتوج مره واحده مره واحده يعني بغى يجربو اول مره اييه كما سمعتوا يا البنات يعني دابا ملي كيستعمل الانسان هذا لي ساشي اييه كتجي تاخذ عليه تيب اوكي الا جاب الوافق ليه مثلا المنتوج هذا كاش كياخذ ليه تيب ديالو سمعتوا يا البنات هذا راه ماسك رائع سي محمد قال لنا بلينا هذا عباره عن عينه كتاخذي حتى كتجربيه الى وافق البشره ديالك وعطاك نتيجه المرضيه اللي انت كتقلبي عليها من بعد كترجعي كتدي التيب اللي كيشبه لهذا الشكل هذا ديال لي ماسكات وكتبقاي تستعمليه على حساب البشره ديالك كنلقاو هنا كذلك الزيوت لي ماسكا غارنيي لي شامبو مارك ديسانج على حسب كل وحده والشعر ديالها من شعر الدهني والمتقصف لي زونتي شوت كذلك واللي طار الانتباه ديالي في المحل اليوم لقيت دي كريم جداد بالبصل ها هما رائعين هادو ماركات شامبان كذلك بالبصل هذا راه ضد القشرة وراي جميع المنتجات اللي كتلقاو يا البنات في المحل ديال سي محمد راهم منتجات اوريجينال من لي فون دو تان كاين هنا فون دو تان ايسونس ميلان الماركة الامريكية وكاين هنا من الماركه ديال لوريال ميبليم انفليبل هذا راه سبق لي وخديته من عند نيت سي محمد وكانت النتيجه ديالو رائعه كيكوفري البنات العيوب اللي كيكونوا في البشره هذا كذلك لوريال ميبليم كاين دريم فولور الا كتعقلوا هذا اللي كان دار ضجه واحد السنه هذه دابا ريفوليسيون الباودر بانانا هذا كيجي في اخر روتوش ديال الميكاب هادو سوسون دي فيكساتور للميكاب بالنسبه للبودره الضاغطه الا كنتي من النوع اللي كيستعمل الباودر الضاغط ماشي الباودر ماشي لي زيكرون سائل هنا كاينين الماسكارات كنلقاو لي ماسك ديال الشعر هادو كما شفتو زيت اميره سيتافيل هادو هادوك الروايح ديال فيكتوريا سيكريت هادو الا كتعرفوا راهم منتجات جديده ديال الكيراتين بالماكاداميا وكاينين الكوكونوت هادو منتجات امريكيه راه دايره ضجه في هاد الايام هادي كنلقاو هنا كذلك الزيت ديال ماسك الشعر ديال بشيا بوتر زيت الشيا وكل منتجات الالوفيرا كما كتشوفوا هنا الغسول ديال الوجه للبشره الجافه والدهنيه هاد الماركه هادي نيكس راه رائعه وفيها حتى لويل بريجي ديزيوز ديال الشعر لي اون تيشيت هادو شامبانات بالماكاداميا هادو رائعين في الاستعمال ديالهم كما كتشوفوا قدامكم هادو من نفس الماركه اللي سبق يا البنات هذا هو المحل ديال سي محمد سميتو الكوليزين فون برودوي اكسسوار دو بوتي كما كتشوفوا راهو في الزنقه ديال الجامع هنا الجامع الكبير بالجوار ديال الجوار الطيب راه ما فيه فين تجلا والمحل باين واضح وعندو كاع جميع اللي كيخصكم يا البنات من المنتجات الرائع للعناية بالبشرة من ناحية لي ماسك ومن ناحية العطور عطور الشعر والجسم وكل المنتجات الأمريكية والمنتجات الفرنسية الغنية عن يعني التعريف والمشهورة واللي باتت معروفة هادو لي شامبون كذلك اللي ديال البيوتين بالكولاجين سون سولفات سون بارابين أوسي هادو لي هير مايونيز أو المايونيز للشعر هادو بديل الزيت كريمات لي بديل الزيت لا ماشي هما لي شامبان دو سمحوا لي شامبان انا جاوني وقلت واش بديل الزيت لان كيشبهوا لهم التوب ولكن سي محمد صحح لي المعلومه بلي انهم هادو شامبانات كيجيو هكا في التوب وليدي ميلو ابوني
وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بسلامة، تهلاو ليا فراسكم وشكرا.